للمزيد معنا عبر خدمة سكايب من اسطنبول هشام مروي، عضو التحالف الوطني السوري. أستاذ هشام، أهلا بك. بداية، إذا استمعت إلى هذا التقرير، سليم إدريس رئيس أركان الجيش الحر كان له موقف النفي، واليوم يظهر الدليل من قبل هيومان رايتس ووتش بأن هناك جماعات ذكرها التقرير ارتكبت ما سمته جرائم حرب بحق علويين في ريف اللاذقية. ما هو رد فعل التحالف الوطني المعارض الآن؟ ابتداء يعني يجب أن أؤكد على قضية رئيسية، أن الدم السوري البريء لا يمكن أن يكون رخيصا ولا يقبل أن ينتهك من أي جهة كانت. هذا هو موقف الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في كل حال وفي أي حالة تعرض الإخوة في مناطق الساحل السوري، كما هو الإخوة في الداخل السوري. السوريون دماؤهم غالية، دماؤهم ليست رخيصة على أحد، لا نقبل أن يتعرض أحد لهم، لأطفالهم، لأبنائهم وأبناؤنا وأطفالنا. مشكلتنا الرئيسية ليست مع أحد، مشكلتنا الرئيسية كشعب سوري مع بشار الأسد ونظامه الاستبدادي القمعي. خرجنا نريد حرية وكرامة، لا نريد أن نقتل. أستاذ هشام، لكن يبدو أن مشكلتكم الآن مع من وصفهم سليم إدريس بالإخوة المقاتلين، ممن تنسب إليهم ارتكاب تلك الجرائم. نعم، أنا هذا ما أريد التعليق عليه. ما قاله اللواء سليم إدريس أيضا صحيح، الجيش الحر فعلا ليست له علاقة على الإطلاق بهذه الأعمال ولا بهذه العمليات، ولا يمكن للجيش الحر أن يقوم بأعمال من هذا النوع إطلاقا. لذلك نفي اللواء سليم إدريس نفي صحيح وفي مكانه تماما. الذي أؤكد عليه أن قوى الجيش الحر أيضا لن ترضى بهذه الأمور ولن تمررها. سيتم التحقيق، تتابع العملية، وفي حال ثبوت الاتهامات الموجهة تجاه أحد لابد أن يحاسب وفق الأصول المتبعة والمعمول بها في كل هناك ما قد يسأل. أستاذ هشام، هل لديكم القدرة لمحاسبة عناصر ومقاتلي دولة العراق والشام، جبهة النصرة، المهاجرين والأنصار؟ يبدو أن لهم اليد الطولة على الأرض في سوريا. يعني أنا لا أريد أن أقلل من شأن الجيش الحر ولا أن أعظم من شأن باقي الفصائل. هذه الفصائل التي ذكرت أسماءها عندها هيئات شرعية، عندها هيئات قضائية، يمكن أن تنزل هذه الفئات على حكمها أيضا. يعني نحن أيضا نستبعد حقيقة أن تقبل معظم هذه الفصائل بما يجري على بما جرى من بعض مقاتليها وأن تحاسبهم، ولذلك يجب عليها أن تحاسبهم فعلا وأن فيما لو ثبت تورط أي شخص أيا كان، كما قلت في مناطق الجيش الحر يسيطر على الجيش الحر سيتم محاسبتهم ومساءلتهم، وفي مناطق تسيطر عليها هذه القوى سنطالبها ونضغط عليها وأن ندفعها إلى محاسبتهم بالشكل المقبول واللائق والذي تدعيه. يعني هذه الفصائل تدعي أنها تحتكم إلى الشريعة الإسلامية، هل يرضى الشريعة الإسلامية بقتل الأطفال والنساء؟ هذا أمر غير ممكن. جهاتهم الشرعية مطلوب منها لأن تثبت أنها فعلا ملتزمة بالنواحي الشرعية. طب هناك من يرى، لماذا لا يتخذ الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية يعني موقفا يعزل تلك الجماعات، وإن كان لديها هدف بإسقاط النظام السوري لكنها لا تتطلع إلى أبعد من ذلك، على خلاف الائتلاف والقوى السياسية الأخرى المدنية التي تتطلع هي الأخرى إلى إقامة حكم مدني ديمقراطي في سوريا؟ يعني أنا أريد أن أقول أن الائتلاف قوى الثورة والمعارضة أصدر بيانا صباح هذا اليوم يدين في هذه الأعمال ويطالب اللجنة القانونية ويطالب الجهات التحقيقية في قوى الجيش الحر وفي قوى الفصائل الثورية أن تتحقق من هذه العملية وأن تقوم بمحاسبة المجرمين. الجيش الحر وقوى الثورة والائتلاف كمظلة سياسية لهؤلاء حددوا ما يريدون. فعلا من يريد أن ينضبط بهذه الثوابت السياسية وما يخطط له الجيش الحر لمستقبل سوريا يختاره السوريون، القوى الجيش الحر والقوى الثورية من لمستقبل سياسي يختاره السوريون والجيش الحر، فهو ضمن هذه المظلة. ومن لا يقبل بهذا الخطة السياسية فشأنه الخاص يكون خارج هذا الإطار. فعلا والأمور محددة، يعني الأمور المفاصلة فيها واضحة، من يريد أن يقبل السوريون. نعم، الفكرة. نعم، أشكرك من اسطنبول عبر خدمة سكايب هشام روي، عضو التحالف الوطني السوري، شكرا جزيلا لك على المشاركة.